السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا جماعة. هلأ راح نبلش نتدرب على جمل الطباعة. أنا كيف بدي أطبع على الشاشة بأوامر موجودة في لغة سي بلس بلس، وراح نتدرب عليها وراح ناخذ عليها هوم ووركس. تمام، ما بتحفظ أي إشي حفظ، إحنا مش هنا في دروس حفظ، إحنا في دروس فهم. افهم الموضوع، مع التدريب أنت راح تلاقي حالك حافظ السنتكس وماشي. تمام، فبسم الله نبدأ. هلا هذا البرنامج زي ما اخذنا المره الماضيه انه فيه انكلود اي او ستريم، تمام، وانتجر مين. بعدين بيجي عندي امر الطباعه التالي، انه انا بدي اطبع اسمي على الشاشه. مجرد ما انفذ هذا البرنامج على الشاشه عندي راح يطلع محمد ابو هدهود. طيب، امر الطباعه هو كالتالي، السنتكس تبعه او طريقه كتابه الامر هي كالتالي. زي ما احنا شايفين هنا، اول شيء بيجي عندي std colon colon cout. هذه يعني cout يعني console out يعني print. تمام، cout موجودة في standard library، هيك بتنكتب std نقطتين فوق بعض نقطتين فوق بعض cout. هذه معناتها انه انا طلع لي الاوتبوت على المونيتر. تمام، بعدين لازم نحط اشارة اصغر من اصغر من. هذه الامر يعني معناته رايت، يعني انه يا كمبيوتر رايت على المونيتر المسج التالية. تمام، وبعدين انهي لي الجملة. فاذا هي السنتكس تبعها، اذا بتغلط في السنتكس هذا راح يعطيك سنتكس ايرور الكومبايلر. تمام، فاذا بدك تطبع دائما خلص عندك std colon colon cout اصغر من اصغر من واللي انت بدك تطبعه. طبعت محمد ابو هدهود وبتطلع محمد ابو هدهود على الشاشه. طبعت محمد ابو هدهود ونسيت الفاصله المنقوطه، بضرب البرنامج زي ما شفنا المره الماضيه تبعتك. فكل سطر حط فاصله منقوطه زي اسمك، فاصله منقوطه فاصله منقوطه في كل اخر سطر. ليش الفاصله المنقوطه؟ هي بتحكي للكومبايلر انه هاي الستيتمنت او هذا السطر انتهى، عشان يقدر يبلش بالسطر اللي بعده. هيك قواعد هذه اللغه. تمام، فهذا البرنامج بيطبع لي اسمي على الشاشه. خلينا نشوف برنامج تاني، انا هذا كله راح نطبقه هلا، خليك معي. هذا برنامج تاني برضو include io stream integer main std cout محمد ابو هدهود، وبرضو std cout this is my first C++ program. المفروض انه يطبعهم على الشاشة محمد ابو هدهود، وفي تاني سطر يطبعهم يطبع لي this is my first C++ بروجرام. لكن اذا بتعمل رن لهذا البرنامج كما هو مكتوب امامكم راح يطلع لك على الشاشه هيك، راح يطلع محمد ابو هدهود this is my first C++ بروجرام، لانه هو اخذ منك اوامر يطبع هاي ويطبع هاي، بس انت ما حكيت له انه انزل لي على سطر ثاني اطبع لي this is my first C++ بروجرام. فهو ما اخذ منك اوامر، الكمبيوتر هو عبد المأمور، شو ما بتعطيه بينفذ. تمام، فأنا عشان أحل هذا الموضوع بدنا نستخدم إشي اللي بنسميه نيو لاينز. نيو لاينز في أوامر في سي بلس بلس بتخليني إني أطبع على سطر تاني اللي هي باك سلاش إن. كيف يعني؟ خلينا نشوف. بس اللهم على البرنامج الماضي شو عدلت، شو محمد أبو هدهود باك سلاش إن، شايفينها هاي باك سلاش إن، وبعدين على السطر الثاني زي ما هو. هلا بس يجي ينفذها بيجي بيطبع محمد ابو هدهود بيشوف باك سلاش ان، هاي بنسميها اسكيب كاركترز، راح يكون لها درس في غيرها من الكاركترز بسموهم اسكيب كاركترز، راح يكون في حلقه لهم. بس هذه شو بتسوي لي؟ بينزل لي سطر جديد، فبالتالي بيطبع لي محمد ابو هدهود وبنزل على السطر الثاني بكمل الطباعه. تمام، ف باك سلاش ان هي اللي في الطباعة. ولاحظوا انه موضوع الطباعة دائما اي شيء بدك تطبعه على الشاشة لازم يكون بين دبل كوتيشن. هلا بس نطبق بالتطبيق العملي راح تستوعبوا هذا الحكي كلياته. طيب انا لو اجيت انا حطيت هذا البرنامج باك سلاش ان باك سلاش ان، شو راح يطلع عندي على الشاشة؟ راح يطلع عندي محمد ابو هدهود على السطر الثاني، بعدين راح يترك كمان سطر، راح يترك سطرين، السطر الاول والسطر الثاني، فبطلع عندي بعدين this is my first C++ program. لو بدي اترك اربع سطور بحط backslash in backslash in backslash in backslash in. تمام، فهذه هي بسموها new line
بالسي بلس بلس في طريقتين تعمل النيو لاين، هاي واحدة منهم، تمام؟ الطريقة الثانية في أمر اسمه إند لاين. إند لاين خلينا نشوفه، كل اللي بنحكيه هذا راح نطبقه هلا عمليا، ما تقلقوا، تمام؟ هسه شو بتكتب؟ سي اوت محمد ابو هدهود، اصغر من اصغر من محمد ابو هدهود على الشاشه، بعدين اصغر من اصغر من ستاندرد لايبرري اند لاين. هذه لها نفس المفعول تبع الباك سلاش ان، فيها فروقات بسيطه بنحكي فيهم ليتر اون، تمام؟ فهي نفس الشيء راح تطبع لك محمد ابو هدهود على سطر، وذيس از ماي فيرست سي بلس بلس بروجرام على سطر ثاني، تمام؟ فالاند لاين هي زيها، اعتبرها نفسها نفس الباك سلاش ان، الناس بتستسهل وتستخدم الباك سلاش ان، تمام؟ بدك تطبع سطرين فاضيات بتكتب سي اوت اصغر من اصغر من محمد ابو هدهود اصغر من اصغر من اس تي دي اند لاين برضه اصغر من اصغر من اس تي دي اند لاين، بتطبع لك سطرين فاضيين. ما تطبق اي شيء، تطبق معانا لسه هسه كله هذا الحكي راح نطبقه عمليا، تمام؟ هلا انت بتقدر تطبع اكثر من مسج بنفس السطر بالسي بلس بلس، يعني بتقدر تحكي سي اوت اللي موجوده بالستاندرد لايبرري اصغر من اصغر من اول مسج تبعتك، بعدين اصغر من اصغر من المسج الثاني، اصغر من اصغر من المسج الثالثه، تمام؟ وبعدين باك سلاش ان عشان ينزل على سطر جديد. هذه شو راح تطبع لك؟ راح تطبع لك كالتالي، تمام؟ راح تطبع لك اول اشي شايفين ام 1، بعدين طبع جنبيها ام 2، ما في فراغات هون، شايفين ملزقين في بعض في السطر الاولاني، لكن في السطر الثاني احنا حكينا له برنت ام 1 وهنا في سبيس، شايفين اللي هي فراغ، وسكرنا الدبل كوتيشن. نفس الشيء هون، نفس الشيء هون، فبطبع لي اياهم بينهم فراغات. فالكمبيوتر شو ما انت بتعطيه شو ما هو بيطبق، يعني انت في الاخير انت بدك، انت هون في السطر الاول ما حكيت له انه اطبع لي فراغات بين ام 1 وام 2 وام 3 عشان هيك هم ملزقين جنب بعض. بالامر الثاني انت لا، قلت له حط لي فراغ بعد ام 1 هي وحط لك اياه، حط لي فراغ بعد ام 2 حط لك اياه، تمام؟ فبدك تنتبهوا انه بتقدر تطبعوا اكثر من مسج بهذه الطريقة، بس تستخدم إشارة الرايت اللي هي أصغر من أصغر من، هاي السنتكس تبعها. إن شاء الله 20 مسج، أهم شيء بس تخلص تحط فاصلة منقوطة على الهاي. خلينا هلأ إيش نروح نعمل كودينج للإشي اللي إحنا تعلمناه. نروح على فيجوال ستوديو، هاي البرنامج اللي أخذناه المرة الماضية، بدي أعتبر إنه أنا ما عندي ولا إشي، تمام؟ هيك البرنامج تبعك ببلش. اول اشي بدي احكي std نقطتين cout كله small letter يا جماعة، اذا بتكتب capital letter راح يزعل منك الكمبايلر. اصغر اصغر من هاي محمد ابو هدهود، تمام؟ وحطيت فاصلة منقوطة، هيك البرنامج تبعي. بس اجي اعمل له run، خلينا نعمل run، هاي كتب محمد ابو هدهود وما حط ليش فراغ تحتيها لاني انا ما حكيت له حط لي سطر فاضي. طيب خلينا نرجع هنا نكتب باك سلاش ان، تمام؟ نعمل رن، شايفين كتب محمد ابو هدهود وترك لي سطر فراغ، بدي سطرين فراغ كمان. خلينا نشوف، بنحط باك سلاش ان، طبعا طبقوا معي اللي انا بطبقه قاعد، باك سلاش ان، شايفين هاي طبعت محمد ابو هدود باك سلاش ان باك سلاش ان، شو راح تكون النتيجه؟ خلينا نعمل رن، هاي ترك لي سطرين فاضيين. طيب خلينا نشيل هدول باك سلاش ان باك سلاش ان، ونكتب ايش؟ This is my first C++ program، ماشي؟ فهون شو راح يطلع عندي يا جماعة؟ خلينا نشوف، هيو stdcout محمد ابو هدهود فاصلة منقوطة، ما حطيتش باك سلاش ان انا هنا، راح يطبعها وراح يطبع جنبيها هاي، خلينا نشوف كيف. شايفين هيو محمد ابو هدهود this is my first C++ program، وكله ملزق في بعض، تمام؟ هلا لو اجيت بدي افصل
هذا السطر عن هذا السطر، شو بروح هنا باجي على السطر هذا بحكي له باك سلاش ان، تمام. خلينا نشوف شو صار. هاي فصل لي هذه عن هذه، تمام. طيب انا الجملتين محمد ابو هدهود وذيس از ماي فيرست سي بلس بلس بروجرام ملزقين مع بعض، بدي افصل هاي على سطر ثاني، شو بروح بعمل؟ بسكر هاي، بروح بعد محمد ابو هدهود، شو بحكي له؟ بحكي له اني بدي باك سلاش ان. خلينا نعمل رن ونشوف شو بصير. هيو طبع لي محمد ابو هدهود This is my first C++ program. كل واحدة على سطر. هلا خلينا نجرب هذا الحكي مش مع بلاك باك سلاش ان، نجربه مع الاند لاين، تمام. هلا هذه قبل الفاصل المنقوط، احنا ما نيجي هون نحط اصغر من اصغر من اللي هي الامر تبع الرايت، اوكي، وبكتب له std نقطتين end line، تمام. خلينا نشوف شو بصير. هاي الاند لاين هاي زيها زي الباك سلاش ان، فيها فرق بسيط بنحكي عليه later on. هاي شايفين، هاي طبعا محمد ابو هدهود على السطر الثاني this is my first program. طب بدي اطبع سطر فراغ هنا كمان using ال std end line. هلا باخذ هاي كوبي وباجي هنا بعملها بيست. فهلا هنا بعد هاي الجملة حط لي لاين، وبعد هاي الجملة حط لي لاين. خلينا نعمل رن. هاي هم محمد ابو هدهود و this is my first C++ program. واذا نسيت الفاصلة هاي بدي ارجع اذكركم فيها، وعملت رن، تمام. هاي بعطيك ايرور، ما راح تقدر تعمل رن البرنامج، فبترجع للايرور، بترجع بتحط الفاصلة. فالفاصلة المنقوطة ضرورية في كل مكان يا جماعة. فهذا برنامج بسيط، بطبع لي محمد ابو هدود، بطبع لي اسمك و this is my first program. طيب احنا حكينا انه في نفس جملة الطباعة بتقدر تطبع اكثر من شغلة مع بعض، تمام. فاول شيء قبل ما نروح هون، خلينا نستخدم الباك سلاش ان اريح في الكتابة، تمام. هاي باك سلاش ان، تمام. بنرجع نتأكد انه طبع لي هاي على جهة وعلى هاي جهة، تمام. هاي هلا انا باجي اقدر اعمل هون، شايفين سي اوت، سي اوت بقدر اجي احكي له هيك هون سي اوت ام 1 مسج 1، تمام. خلينا نشوفها كيف تطلع. هي طبع لي ام 1. بقدر بنفس السطر احط كمان امر رايت اللي هو اصغر من اصغر من مسج 2، وبقدر احط كمان اصغر من اصغر من مسج 3، تمام. هلا هذول شو راح يطلع لي اياهم على الشاشه عندي هون؟ راح يطلع لي اياهم ام 1 ملزقه في ام 2 ملزقه في ام 3، تمام. عشان احط بيناتهم فراغات، خليني افرجيكم هنا، هاي كوبي وهاي بيست، بحط فراغ بعد ام 1 وبحط فراغ بعد ام 2، تمام. هلا بهاي الحاله شو راح يطبع لي على الشاشه يا جماعه؟ راح يطبع لي هذول كلياتهم ملزقين مع بعض، وبعدين راح يطبع لي السطر الثاني جنبيهم تماما. خلينا نشوف كيف. شوفوا طبع لي ام 1 ام 2 ام 3 ملزقين مع بعض، بعدين ام 1 فيها فراغ ام 2 ام 3، تمام. عشان افصلهم على سطرين شو بحب استخدم هنا سلاش ان. ضروري تتدربوا على هاي الشغلات يا جماعة. فهيك شو راح يطبع لي؟ اول سطر طبع لي ام 1 ام 2 ام 3 ملزقين مع بعض، لانه انا مش حكي له يطبع فراغات بيناتهم، بس السطر الثاني طبع لي فراغات بيناتهم. ليش؟ لاني انا هنا حكي له انه بعد ام 1 اترك لي فراغ، وبعدين سكرت الدبل كوتيشن، تمام؟ اوكي. هلا بتقدر انت كمان تيجي تحكي هنا 10 زائد 5، هنا تقدر تحكي 10 زائد 5، شو راح يطلع بالك؟
خلينا نجرب. طلعت M1 15 M3، لأنه 10 زائد 5 كم؟ 15 يا جماعة، صح؟ خلينا نحط في بيناتهم فراغات عشان تشوف. ونشيل هذا السطر. هاي رن، شايف؟ M1 بعدين حط لي 15، 15 هاي من وين جابها يا جماعة؟ جابها من 10 زائد 5. فإذا أنت بتقدر تطبع مش بس تكست، بتقدر تطبع معادلات عادي. يعني ممكن تيجي تحكي له هون، شوفوا 10 زائد 5 تساوي هذه، طالما انها بين دبل كوتيشن راح تنطبع زي ما هي، وهذه النتيجة تبعتها. وخلينا نشيل ام 3 بدنا نشيلها. /std end line. اوكي، هذه شو راح تطبع لكم يا جماعة؟ راح تطلع لكم على الشاشة كالتالي، شوفوا 10 زائد 5 يساوي 15. فإذا أنت في جمل الطباعة بتقدر تحط تكست، بتقدر تحط معادلة، بتقدر تحط اللي بدك إياه. فخلينا نعدل عليها هاي، نحكي هون كمان بقدر أحط كمان أصغر من أصغر من، نحكي مثلا the results of فراغ 10 زائد 5 تساوي كذا. شوف شو راح يطلع عندي على الشاشة هلا، هيو the results of 10 زائد 5 يساوي 15. فهاي جمل البرنت لازم احنا نتدرب عليها كثير منيح يا جماعة، تمام؟ نرجع هنا نعطيكم هومورك. الهومورك راح يكون بسيط جدا، انه انا بدي تطبع لي هذا، بدي برنامج يطبع لي هذا الشيء، تمام؟ يطبع لي ستارز نيم، حط اسمك، الايج حط عمرك، والسيتي حط السيتي تبعتك والمدينه تبعتك، وبده يطلع لي زي هيك بالضبط على الشاشه، تمام؟ يوزنج اللي احنا تعلمناه بدرس اليوم، واعمل لي برنامج يطبع لي هذول الستارز، تمام؟ على الشاشة طبعهم بإيدك، يعني كلياتهم سطر بسطر، ماشي؟ ما نقدرش الناس اللي متقدمين في موضوع سي بلس بلس تستخدم ليش فور لوبس واشياء زي هيك، احنا هلا في كل درس بدرسه، تمام؟ وطبع لي هاي I love programming, I promise to be the best developer ever, I know that it will take some time to practice but I will achieve my goal, best regards وتوقيعك. ولاحظ انه هنا في فراغ وهنا في فراغ وهنا في فراغ، تمام؟ هذول الثلاث برامج بدنا نعملهم بالهومورك، تمام؟ وبدي تطبعوا لي حرف الاتش هذا برضو كهومورك لكم، تمام؟ ويعطيكم الف عافيه ونلقاكم في الدرس القادم. شكرا كثير لكم للمتابعه، واذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس أمرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. وأخيرا وليس آخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم ونلقاكم في المرة القادمة.